شايف يا حلو ارفع انت مقهى بدران. لما نتحدث عن مقهى بدران نتحدث عن حارة القزازين. مقهى بدران في وسط حارة القزازين. لما نتحدث عن حارة القزازين ومقهى بدران احنا بنتكلم عن تاريخ، عن تاريخ قديم جدا يمتد من الى زمن المماليك. هاي الأبنية اللي انتم شايفينها في حارة القزازين بعصورها الى عصور المماليك، وهي قائمة لغاية الآن. حارة القزازين من اهم الحارات الموجودة في مدينة الخليل. حارة الخليل القديمة اللي هي حارة القزازين، حارة السواكنة، حارة العقابة، حارة الشيخ، هدول الحارات اللي كانوا بشكل مدينة الخليل. طبعا هذه الحارات كما هي وكما نشاهدها اليوم لم يطرأ عليها أي تغيير سوى بعض الأبنية التي تم التوسع فيها لزيادة عدد السكان. وحارة القزازين هي اسمها الأصلي حارة الزجاجيين، تسمت بهذا الاسم نسبة لمصانع الزجاج اللي كانت موجودة في الحارة. يعني في فترات ما قبل 200 عام كان يتواجد في الحارة تقريبا ما بين 17 إلى 21 مصنع زجاج، فنسبت الحارة. الاسم السابق للحارة كان في العهد الصليبي كان اسمها حارة الفرنجة، لأن الفرنجيين أو الفرنسيين كانوا سكان هذه الحارة. فيما بعد ظهرت الحارات الثانية والمدينة الجديدة، ولكن بقيت المدينة القديمة اللي هي إحنا موجودين فيها. مقهى بدران بما أنه في وسط مدينة الخليل هو كان طول عمره هو مركز لكبار الشخصيات الخليل، مخاتير الخليل وقراها، وهو ملتقى الجميع. يعني عندما كان يتواعد الاختيارية يقول لنا نلتقي في مقهى بدران، هنا كانت تتم صفقات تجارية، صلح عشائري، خطوبة، عزاء، حتى انتخابات الدعايات الانتخابية للبرلمان الأردني كانت تتم في هذه المنطقة. فمدينة الخليل يعني حتى مقهى بدران كمان موجود من 120 سنة، يعني عاصر حقب كثيرة من الحكومات والحكم على فلسطين وعلى مدينة الخليل. يعني من أيام العثمانيين إلى البريطانيين إلى زمن الحكم الأردني إلى الاحتلال الإسرائيلي إلى زمن السلطة الفلسطينية، ولازال مقهى بدران موجود لغاية الآن. طبعا للأسف الشديد من يتحدث عن قدم هذا المقهى أو القهوة كما يطلق عليها أهل الخليل، البناية نتحدث عن البناء في البداية، البناء يعود إلى أكثر من 8 قرون، وهو ملك لعائلة الحرباوي إحدى عائلات مدينة الخليل. الآن كمقهى تم الابتداء بالعمل فيه كمقهى قبل حوالي 200 عام تقريبا. كان يعمل في المقهى شخصين من عائلة الحرباوي، وامتد العمل فيه قرابة 40 عام أو أقل بقليل. الآن في الفترة هاي تم إطلاق لقب القهوجي، وهي كلمة طبعا تركية، تم إطلاق هذا اللقب على صاحب القهوة فأصبح اسما لهذه العائلة. يعني وجد عندنا قبل 200-220 عام فرع لعائلة الحرباوي كان يطلق عليها لقب القهوجي. لغاية عام 1838 حصل شجار ما بين عائلتين في الخليل، أدى طبعا إلى تهجير بعض السكان،
في قرى الخليل ومن ضمنها عائلة القهوجي اللي شاركت في هذا الشجار. فلغاية الآن يعني حتى تاريخ اليوم لم يعد أي شخص في الخليل يلقب بعائلة القهوجي. طبعا أحفاد العائلة هاي متواجدين في إحدى قرى الخليل القريبة من الخليل. بعد دخول المصريين في عام 1834 تم إغلاق المقهى وبقي مهجورا إلى تقريبا عام 1856. في العهد العثماني تم استغلال المكان إلى مخزن للغلال طبعا لعائلة الحرباوي وأشخاص من عائلة الحرباوي. تم الأمر كمخزن للغلال حتى الحرب العالمية الأولى. بعد الحرب العالمية تم إغلاق المكان إلى سنة 1932 أعيد افتتاح المقهى من جديد، ولكن تغير الشخص القائم على هذا المقهى، وهذا الشخص هو من عائلة بدر واسمه بدران ابن محمد بدر. طبعا ابو جميل ارفع اوتر يعني من يوم ما وعيت وانا بذكر انه مقهى، رغم هيك في صوره له يعني احد الاصحاب وراني اياها قبل 200 سنه وتاريخ محطوط عليها قبل 200 سنه، وكان له شباك من هون على غرفه جوا كبيره يمكن بتيجي 7x7. فإله مقهى حسب معلوماتي من قبل ما يكون مقهى كان عبارة عن ديوان أهل الحي، يعني أهل الحارة كلها تجتمع فيه، لما واحد يعيا، واحد يمرض، واحد يصير له أي سوء يجوا إيش كل أهل الحارة يجتمعوا فيه أهل الحي. ففيما بعد صار مقهى يعني له من فوق 100-120 عام مقهى اللي بعلمه بسمعه من الاختيارية. بعدين سمعت من أحد الاختيارية بقول لك رحمة الحج أمين الحسيني وقف برا ونصبوا له دبكة، بيطلع 40-50 واحد نصبوا له دبكة، ويمكن من 120 سنة وهو اسم مقهى بدران نسبة إلى اسم جدي بدران، هو اسمه بدران محمد بدر، فهو المقهى باسمه، ومن بعده توارثه الوالد واحنا موجودين. بتذكر ايام الاحتلال الاسرائيلي كان مكتوب على المقهى من برا يافطه مكتوب عليها ملجا، يعني حتى في ايام الاردن لما صار الاحتلال الاسرائيلي والهجمات الاسرائيليه كانت هذه القهوه عباره عن ملجا للناس. زمان كانت هي كمان حتى يزور كبار الشخصيات من ايام العثمانيين والايام الاردنيين والايام الانتداب البريطاني، كانت تزور دائما كبار الشخصيات في مدينه الخليل. بقي المقهى كما هو تقريبا مع بدران بدر الى نهايه الخمسينات. تم في نهايه الخمسينات مشاركه اشخاص من خارج مدينه الخليل، هم من محافظه الخليل، تشارك معهم في هذا المقهى، ولا يزال أفراد من هذه العائلة المشاركة يقيمون في هذا المقهى وقائمين على هذا المقهى. وبنفس الوقت أذكر يعني ما كانش في كهرباء في الخليل، كانوا يقولوا عمورة أحمر وعمور العلاك وشاور مش عارف إيش، جابوا اختيارية 2 ماتور كهرباء وحطوه على الزاهد شغلوه وصاروا يمدوا كل 200 متر لمبة حلو. فبعدين ما كان في فاتورة كهرباء، كل راس شهر اللي سحبوا له لمبة بز، اللي يعني تطور كتير هذا، يعني انه ايش الكهرباء وصلت الخليل في الشهر 5 قروش 6 قروش اردني، يعني فيش فاتورة 5 قروش 6 قروش كل راس شهر. بعديها اتطورت بلدية الخليل، جابوا ماتور كهرباء حطوه على المشروع على التربة فوق وصاروا يمدوا للحارات كهرباء. وقبل الاشي هذا كان راديو حاطين مع الشباك هوني،
بطارية ناشفة، مش بطارية سيارة، بطارية ناشفة كان يعني قبل الكهرباء، تكون على الشباك وتلاقي هالاختيارية كلها قاعدة، هذه فوق 300 كرسي باب قهوة بدران. لما يخطب رحمة الرئيس جمال عبد الناصر تلاقي كلها ايش اللي في ايده شغله يصنط لخطاب عبد الناصر. مع الاسف انه نتيجه الممارسات الاسرائيليه على مدخل البلده القديمه وفي داخل البلده القديمه ووجودهم مثلا الجراج المركزي، الجراج الرئيسي، موقف السيارات والباصات الرئيسي لمدينه الخليل اللي كان يربط مدينه الخليل بكل محافظات الخليل وبالقدس وبيت لحم وبالاردن، الان هو تحت يد الاسرائيليين واصبح عباره عن مستوطنه صغيره او معسكر. هذا أدى إلى إغلاق بعض المحلات أو معظم المحلات وأدى إلى ركود الاقتصاد داخل البلدة القديمة. من هذه البلدة القديمة من حارة القزازين وسوق اللبن والحارات المجاورة لحارة القزازين خرج كبار تجار محافظة الخليل وكون هم الآن خارج البلدة القديمة. قديما كان لو تعطي أي تاجر 10 محلات أو 20 محل بدل دكانه أو محله اللي داخل البلدة القديمة ما كان يرضى، لكن اليوم أصبحت بسبب ضعف المشترين، ضعف الرجل أو المتسوقين الداخلين للبلدة القديمة، هذا أدى إلى أنه بعض التجار أو كثير من التجار أغلقوا محلاتهم. في أحد الأيام كنت أنا واقف برا بعد صلاة الجمعة، جينا نصلي الجمعة في جامع القزازين، فاحنا واقفين برا فمعدي شارون رئيس الوزراء الاسبق، فكان هو يسوي بدعايته الانتخابيه للكنيسة، فعدى وقف بقول له شو بتسوي؟ قال انا هون في بلدي بارض اجدادي. قلت له كيف ارض اجدادك؟ هذه ارض اجدادي، انا جدي عاش هون وكل هدول الموجودين كل اجدادهم عاشوا هون، انت كيف اجدادك عاشوا هون؟ فبقول لي انا اجدادي من 1400 سنه، فانا فهمت انه بقصد عن سيدنا ابراهيم، فانا قلت له سيدنا ابراهيم ما كان يهودي. قال لا هذه بلادنا من 1400 سنة. قلت له لو هذه بلادك انت ما بتمشي في هالكم الهائل من الجنود اللي بيحموك بأسلحتهم، اللي بيمشي في بلده مش بحاجة حدا يحميه. احنا محافظين عليه كتاريخ لكن كمصدر دخل هو ضعيف جدا، بس هو يعني تاريخيا احنا مبقين عليه، بس بإذن الله يعني لازم نسوي شوية تحسينات عليه، حتى انه برضو نساعد في وجود توافد الناس على البلدة القديمة لحمايتها من الأطماع الإسرائيلية. الموضوع مش موضوع اقتصادي، لا احنا نشجع الناس انها تزور البلدة القديمة حتى يضلوا موجودين وحتى يقولوا الإسرائيليين انه هذه بلادنا واحنا موجودين فيها. فهون اللهم صل على سيدنا محمد. هذا المحل في يوم من الأيام اندفع فيه 250 ألف دينار أردني لرحمة جميل بدران صاحب القهوة. وشو قال لهم؟ قال لهم لو تعبوها سكايا بذهب ما حداش بيفرح بمفتاحها. هي هذه الرقعة الصغيرة هذه كانت الخليل، جبل الخليل كله يتمول منها. فتسكيرة خزء الفار اللي بسموه خزء الفار هذا قتلوا البلد، يعني مسافة 5 دقائق على حارة أبو سنينة على دوار المختار حاطي الرجبي، يعني 5 دقائق بكون هون. يعني في بعض الحالات بتقعد ساعة في السيارة تتأيش تتصل، وهي كلها 5 دقائق. فهون قتلوا الخليل قتل. هون بنفس الوقت قعدنا سنة ونص مسكرين، هون قعدنا سنة ونص مسكرين. اللي معاه مصار طلع اشترى محل باب الزاوية ب100,000 ب200,000 ب50,000 اللي هو. احنا بالنسبة للمقهى ما راح نفرط فيه، لا احنا ولا اولادنا، هذا عبارة عن تاريخ ابائنا واجدادنا واحنا بنحافظ عليه وراح نعمل على تحسينه لقدام.
وبإذن الله ربنا بيقدرنا ما رح نفرط فيه، والوالد زمان اللي بده يفرط فيه انعرض عليه مبالغ ضخمة من الإسرائيليين وشيكات على بياض، وهو يا الله يرحمه ما فرط، فإحنا كمان ما رح نفرط. ما فيش فيها للموت يعني، وين بدنا نلاقي؟ ما في رواح من هالمراح، وين بدنا نروح؟ وين بدنا نيجي؟ مسقط الراس فيش اصعب منه يا ابن الحلال، والله لا يطوبوا لي امريكا تطويب، يعطوني كوشان طابوا فيها، ما بتخلى عن حته ياخور في البلد القديمه. مسقط الراس صعب كثير.